بعد تثبيتنا للويب سيرفر اللي قام بتثبيت مجموعة من الأدوات، لحد الآن احنا ما مصفحين هذه الأدوات ولا مشغلين الويب سيرفر، مجرد انه قمنا بعملية تثبيته. الآن الخطوة التالية، بما انك قمت بتثبيت السيرفر فانت تحتاج الى محرر اكواد او كومبايلر او منصة عمل من خلالها تقوم بانشاء البروجكت مالتك. فمن اشهر من محررات الاكواد طبعا تستطيع ان تستخدم النوت باد الاعتيادي، ولكن احنا مع التطور فهنالك محررات اكواد ذكيه وتساعدك كثيرا في كتابه الكود وتصحيح الاخطاء وتتبعها وعمل ديباج بالنسبه للصفحه والكود مالتك. بالتالي فاحنا راح نستخدم فيجوال ستوديو كود اللي هو يعتبر محرر اكواد من شركه مايكروسوفت، وايضا هو مجاني ومفتوح المصدر. فتكتب فيجوال ستوديو كود، بعد ذلك تبدا بعمليه تثبيته بصوره مباشره، سواء كانت انت تشتغل على نظام ماك او لينكس او ويندوز. عملية بسيطة جدا، مجرد انه تقوم بعملية تحميل البرنامج تقوم بعملية تثبيته. طيب بعد ما انه تمامنا الان من تثبيت ويب سيرفر وتثبيت الفيجوال ستوديو كود محرر الاكواد، الان احنا نريد مثلا نعرف هل انه السيرفر اشتغل عندنا او لا. طبعا تذهب الى ايقونة السيرفر هنا البرنامج ويب سيرفر وتقوم بفتحها كأي برنامج احتيادي. راح ياخذ عندك يعني مجرد وقت قصير حتى انه يبدي يشغل السيرفر، يبدي يعمل لك سيرفر محلي. تذهب بالاسفل هنا اوكي، تذهب بالاسفل هنا اذا حول عندك على الاشاره الخضراء معناه انه السيرفيس عندك شغاله. تنقر عليه كليك كاميرا، راح يعطيك هنا مجموعه من الاوبشن الخاصه فيه. على سبيل المثال اللانجوج، يشتغل في اللانجوج طبعا لاحظ يدعم اللغه العربيه، احنا راح نحتاجها في اللغه الانجليزيه طبعا. هنا السيتنجز الخاصه فيه، كل هذه راح نتطرق اليها في عندما نوصل مثلا لقواعد البيانات، راح نتعامل مع السيتنجز الخاصه في قواعد البيانات. هذه هي التولز الخاصه في السيرفر اوكي. طيب الان تذهب لي على اي متصفح الان موجود عندك، تذهب على هنا في الاعلى وتكتب فقط local host اوكي، ثم بعد ذلك انتر. الان اذا فتح لك هذه الصفحه فالان كل شيء عندك تمام، ما في عندك اي مشكله. طبعا هنا تختار عندك اللغه، هنا اللغه، هنا عندك الاعدادات اوكي. تنزل الاسفل عندك هنا تظهر عندك المشاريع الخاصه فيك. لاحظ هنا ايش يقول لك نو بروجكت، لا يوجد عندك اي مشروع. المشروع احنا باي مكان راح نقوم بانشاء، يقول لك انشئ تو كرييت ا نيو جاست كرييت ان دايركتوري www، يعني انت هذا وين موجود عندنا في الاساس. احنا ثبتناه في السي، تذهب الى المسار اللي انت ثبتت عليه مبدئيا بشكل ديفولت، هو يثبت عندك في السي هنا هذه وين 64. تفتحها بهذا الشكل، راح تجد عندك ضمن الفولدرات هناك فولدر اسمه www اوكي. هو هذا يقول لك هنا لو ترجع يقول لك هنا حتى تنشئ بروجكت جديد، مجرد انه تنشئه داخل ال www. فاحنا اذا اردنا ان ننشئ بروجكت في الفيديو القادم ان شاء الله راح ننشئ بروجكت، راح ننشئه في ال www اوكي. هنا المشاريع عندك، هنا عندك مجموعه من التولز من ضمنها البي اتش بي ماي ادمن اللي هي الخاصه في اداره قواعد بيانات من نوع ماي اس كيو ال اوكي. هنا عندك الفيرجوال هوست. طيب اذا مبدئيا حتى ندخل على اعدادات السيرفر الان مجرد انه تكتب لوكال هوست، وطبعا بما انه هذا عندك هذا هو السيرفر، فحتى ندخل على الصفحه مالتنا مجرد انه نكتب اللوكال هوست وبعد ذلك اسم المشروع مالتنا اللي هو يتضمن داخل ال www.